لا والله طفولتي كنت صغيرة أني يوميا أمي تكتني على شنو؟ أرجع من المدرسة أي. طبعا يطلع الكرتون مال بوكيمون فأمي تحضر لي الصينية والغدا وأقعد لازم بالقاعة أكل وبعد تلفزيوني يعني نفس السمن ولا؟ لا وين ضعيفة ضعيفة أكل أخلص أقول يما أنت روحي نامي أنا راح أكمل واجباتي وأطلع ألعب أنا ما أكمل واجباتي كملين هذا بيكم أكل أروح أخلي صينية بالمطبخ البس الشورت والتيشيرت مالتي وعندي لابتشين مال هاي واخذ الطوبه واطلع اظل العب طوبه بالشارع برا؟ اي والله العظيم بساعه وهي نايمه خطيه 8 9 هسه راح اشوفك هي اليوم تقعد بس تقابلك ورا البرنامج بس تلقاني بالشارع تقتلني والله العظيم قتل قتل لا وشنو تلقاني وسخه متربه قد ما اوقع يوميا رجلي مشقوقه وكذا فكان طفولتي بعيده عن الفن بس دائما اغني وامي تضوج تقول لي لا تغني قلت لها حيجي يوم تشوفين راح اصير فنانه ان شاء الله يا رب اتمنى لك الموفقيه والخير يا رب فنانه والله الله يخليك